صباح الخير للجميع. عجيبة البلد هذه بودابست، كل مرة أجي فيها أشوف أشياء جديدة أو مناطق جديدة، ومشي كل مشي من الفندق اللي أنا ساكن فيه على هالمعمار هالمباني الجميلة سبحان الله. وأهم شيء نظافة المباني ونظافة الأرض والشوارع، ما تحصل ورقة طايعة، هذا الشيء الحقيقة معناه إخلاص وحب الوطن، وهذا عشقهم في هالبلد هذه حكومة وشعب بشكل ما تصورونه. هنيئا لهم الحقيقة، هنيئا لهم. ونحن بعد راح نتوسع هني بإذن الله تعالى في شغلنا، لأن بلد ما تترك، الحكومة تدعمك، الشعب يدعمك ويرحبك، كل شيء اللي تريده يصير. الحقيقة مشينا نحن كم كيلو، مشينا حوالي 4.5 كيلو الصباح هذا، وإن شاء الله بنمشي أكثر اليوم إلى يمكن 12 كيلو. بس بصراحة بلد استعجب منها، من النظافة اللي فيها وهالمعمار وهالمطاعم اللي فاتحة في كل زاوية قهوة، كل زاوية مطعم، والنظافة، نظافة المطاعم هذا مهم جدا، والأشجار كيف نظيفة، كيف أشياء ما تمين فيها. حبيت بس أقول لكم هذا الصباح، وتحياتي لكم جميعا.